طيب ده كلام الكابتن هشام الخلصي او الزميل هشام الخلصي السنه اللي فاتت. امبارح الحقيقه وبعد ما شعر بموجه الغضب الشديده انه اعلامي يتحول الى محرض على العنف، لانه ما يقنعناش انه النقط اللي حاططها انه استاد رد سيتحول الى مسرح نقط، مسرح للجريمه. يعني السياق يقول كده، الغضب اللي في السطور الاولانيه يقول كده، الفهم الطبيعي للعباره اللي مكتوبه يقول كده. عشان كده يمكن الزميل هاني حتحوت امبارح في برنامجه الماتش في صدى البلد كان مهتم باستقبال مكالمه من هشام الخلصي من البي ان علشان يوضح موقفه ويعتذر عن اللي حصل، لانه اللي حصل كان فيه تحريض مباشر على العنف لا يليق ابدا باي اعلام يرتكبه. نشوفه. زعل يا واد، يصير واحد يعترف انه لم يعرف او لم يحسن كتابه ما يريد قوله، ربما هي زلت، خليني اقول زلت لسان، زلت قلم، ولا زلت اصبع، ولا الاصبع هو اللي يكتب مش القلم اللي يكتب فقط، يعني ده زلت اصبع. نعم، يعني هو طبعا من شيم الكبار حتى الاعتراف احيانا حتى ان كانت زله. لا لا بعترف، لا بعترف انها كانت زله، وطبعا انا اسف، بعتذر للجمهور المصري وللرياضيين المصريين اذا فهموني غلط او شيء من هذا، ما نقصدش الاهلي في بلاده، المصريين في بلادهم، الجمهور في بلادهم وفي بلادهم قبل كل شيء. وبعدين بيني وبينك بالله انتم متعودين على رادس، الاهلي متعود على رادس يلعب في رادس كانه يلعب على ارضيه ميتين. يعني مقتنع بالمقوله دي ان الاهلي بيلعب في رادس كانه بيلعب في النتائج، ما النتائج يا حبيبي بتتوضح. ما الماضي من التاريخ يقول هذا، النتائج هي اللي تحكم، النتائج هي اللي تحكم. أيوه. مش حاجه ثانيه، لكن في النهاية ام سوري يعني اذا فهموني غلط يعني مقبولة والشعب المصري والمتابعون المصريون يقدرونك بشدة. انا نحب مصر وانا نحبكم ونقدركم ونحبكم وانا معاكم في مصر ام الدنيا، يعني ما فيش تنازل. طيب خلاص، الاعتذار فضيلة، والناس كتير حتى امبارح انا لما كتبت قلت يا جماعه الراجل قال ان دي زله اصبع او زله قلم او زله لسان او ان انا ما قصدتش منها، رغم ان انا عارف ان هو المقصود بيها تحريض قولا واحدا لانه السياق يقول كده، بس خلاص الاعتذار فضيله والتراجع، ان هو سحب التويته ديت لغاها وطلع في قناه مصريه زميله اوضح وجهه نظره وقال الاهلي مرحب بيه في رادس، وخلينا كلنا ندفع في الاتجاه الايجابي نحو مزيد من التهدئه. يعني هو انا وتهيئه الجو لمباراه نهائيه تليق بالناديين وبالبلدين الشقيقين. لو اشدت بواحد احد الزملاء يبقى فيها اساءه ادب مني؟ لا طبعا. هاني حتحوت ما هو زملكاوي الا انه بيلتزم الموضوعيه في اغلب الاحوال، احيانا بتهرب منه حاجات كده ها؟ لكن انا شفت له مداخله مع رئيس الاتحاد التونسي وهو يذكر واقعه الاتوبيس والتفتيش. ايوه. فقال له، قال له طب ما هو اتوبيس الاهلي اتفتش بنفس القدر لان كانوا بيدوروا على حاجات معينه وده حق الامن. ايوه. واستغرق نفس الوقت اللي استغرقه فراح مجاوبه في حاجه ثانيه. قال له حضرتك ما جاوبتنيش على الملاحظه اللي انا قلتها. يعني مش مقصود ان يحصل نوع من الترخيم او يعني التحامل، على بالعكس اتوبيس الترجي خالص، ولكن اصل الاتوبيس ده جاي منين؟ مش مصري؟ طبعا. افرض ان محطوط فيه حاجه يا باشمهندس، ما احنا كل عربياتنا واحنا داخلين الاستاد فتشت، يعني هو كل قعدت ربع ساعه تفتشت، ايه المشكله؟ لا حد فتشك بطريقه اجريسيف ولا حد ضايقك، وانت والاهلي اتعاملتوا نفس المعامله بالظبط. فالحرص ده على استجلاء الحقيقه لازم اشكره عليه. صحيح. لا وكان حتى اداء مسؤول انه يمشي في سكه التهدئه، الاداء المسؤول في التوقيت الظرف الصعب، وده اللي حتى اللي قلناه للزميله نجلاء عبد البر، احنا في ظرف لا يحتمل ابدا
اي اداء فيه اي تهور او اي ممارسه لاي اغراض. كل واحد حرض ودلس وزور بهدف اشعال الفتنه ضفر اي مشجع اهلاوي في رقبته. صحيح. ولن ينجو. لن ينجو. لو حصل شيء سنتعقبهم جميعا. بالعكس، هي ادائهم كله دلوقتي اوراقها والسيديهات بتاعتها كلها في امام النائب العام. يعني وفقا للبلاغ اللي قدمه الاستاذ محمد، انا بقول ان القانون. الضمير الجمعي والقانون. صحيح.